فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل: لو تزوج رجل مسلم كتابية فهل يقرها على أمور في دينها كأكلها للخنزير أو شربها للخمر، أو أنه يمنعها من ذلك؟ ما في دينهم أن الخنزير حلال، ولا في دينهم أن الخمر حلال، هذا ما يجوز ولا يمكنها من ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وكذلك يسأل يقول: هل له أن يجبر زوجته الكتابية على الحجاب؟ نعم، يجبرها على الحجاب لأنها زوجته ويريد صيانتها وقطع أطماع الفسقة فيها. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.